شنيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس اليوم المحاضرة 20 من امتحان توبيك 1، وسأقدم لكم ملخصا لما سندرسه اليوم في محاضرتنا. أولا الاستماع تكي. سندرس في الاستماع اليوم قاعدة التمني مثل كي بارامنيدا، اسم بلس كي بارامنيدا. وثانيا سندرس كيفية استخدام غير إلى أوروبا كودا. وثالثا سنستخدم أسلوب الاقتراح نونغون أوتولكايو. وأيضا سندرس مصطلح يساعد في إيتوميتيدا شيء وإيتوميتيدا. أما بالنسبة للقراءة الكي، فسندرس في القراءة أولا صيغة الكوكاتا يبدو أن، وأصبحت أفعل شيء معين مثل كيتيدا هاكيتيدا. وأيضا سنستخدم مصطلح هناك أوقات تيغا إسمنيدا، هناك أوقات بلس طبعا فعل. وسنستخدم أيضا الحال مثلا بشكل سهل أو جميل يبوغي شبكي. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 안녕하십니까? 매주 수요일은 우리 회사 가족 사랑의 날입니다. 내일 가족 사랑의 날에는 모두 4시에 퇴근하시기 바랍니다. 특별히 이번에는 회사에서 케이크를 준비했습니다. 내일 퇴근하실 때 3층에 있는 식당에서 받아가시기 바랍니다. 가족들과 즐거운 시간 보내십시오. 감사합니다. إذن لنبدأ معا بالمحاضرة ولنبدأ بالاستماع. رقم 25 و 26. 25번. 안녕하십니까? 매주 수요일은 우리 회사 가족 사랑의 날입니다. 내일 가족 사랑의 날에는 모두 4시에 퇴근하시기 바랍니다. 특별히 이번에는 회사에서 케이크를 준비했습니다. 내일 퇴근하실 때 3층에 있는 식당에서 받아 가시기 바랍니다. 가족들과 즐거운 시간 보내십시오. 감사합니다. أولا إذا سندرس القواعد المذكورة في هذا النص. بالنسبة للقواعد فلدينا أولا مي بلس جو أو مي جو أو مي وول مي نيون، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة. القاعدة الثانية إي تيغون هذا أو تشولغون هذا، يذهب إلى العمل أو يرجع إلى العمل، يرجع من العمل. ثالثا كي بارادا، أتمنى أن أو نتمنى أن. طبعا قبل كي يجب أن نضيف اسم. القاعدة التالية ال ريل تشمبي هذا، يجهز. وأخيرا واغوا تلغون شيغان البونيميدا، يستمتع يمضي وقتا ممتعا مع شخص أو مع من. الكلمات المذكورة في السؤال أولا بيجو كل أسبوع، كاجو أسرة، سرن حب، تكبيري بشكل خاص، وهذه ستكون الكلمة المفتاحية في السؤال. إيبوني هذه المرة، تيغون هذا يخرج من العمل أو يعني يعود إلى البيت، هسا شركة شنبي هذا يجهز، كاجو هذا يحضر عفوا يأخذ، بونيدا يرسل، شيننال يوم الاستراحة، تونغ هذا يقرر، اليوجودا يخبر، وباريجودا يخبر أيضا، باكودا يغير. أمثلة على القواعد هذه الموجودة في السؤال. أولا أوري أباتينن ميول بومي اسمنيدا، كل شهر في شقتنا أو في مكان سكننا كل شهر يوجد اجتماع أو تجمع. 저는 5시에 퇴근합니다. أترك العمل أو أغادر العمل في الساعة الخامسة. 여러분 공부를 열심히 하시기 바랍니다. أتمنى أن تدرسوا بجد. 내일 시험이 있습니다. 시험 준비를 하세요. 가단 يوجد امتحان. حضروا لهذا الامتحان. 휴일에 가족과 즐거운 시간 보냈습니다. أمضيت وقتا ممتعا مع أسرتي في الإجازة. الآن بالعودة للسؤال، لدينا رقم 25 و 26. رقم 25، لماذا قالت المرأة هذا الإعلان أو ما السبب؟ رقم 25 نقرأ الأسباب. 회사에 특별한 날을 정하려고، لتحدد اليوم الخاص بالشركة.
회사에 쉬는 날을 말해주려고 لتخبر الموظفين بيوم الاستراحة 회사의 행사 준비 장소를 바꾸려고 لتغير مكان تحضير عفوا لتغير مكان نعم تحضير حدث الشركة 4. 회사에서 주는 선물을 알려주려고 لتخبر الموظفين بالهدية التي ستقدمها الشركة لهم طبعا الإجابة الصحيحة هي رقم 4 لأنها تحدثت عن هدية وهي الكيك أو الكعكة المحضرة لهم في مطعم الشركة إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 4 تونغداب 4 رقم 26 نختار الجملة الصحيحة 이 회사의 식당은 4층에 있습니다 المطعم في الطابق الرابع خطأ لأنه في الثالث 이 회사는 수요일마다 케이크를 줍니다 هذه الشركة تقدم كيك كل أسبوع للموظفين خطأ لأن هذه الشركة كل أسبوع عندها يوم حب الأسرة ولكن لا تقدم كيك لأن في النص ذكرت كلمة تكبيوري يبونينن تكبيوري هذه المرة بشكل خاص نقدم لكم كيك الجملة الثالثة 가족 사랑의 사랑의 날에는 3시에 퇴근합니다 عفوا 4시에 퇴근합니다 في يوم حب العائلة يغادر الموظفون في الساعة الرابعة صحيح 4 가족 사랑의 사랑의 날을 가족들이 회사에 옵니다 تأتي الأسرة إلى الشركة في يوم حب العائلة وهذا لم يذكر في النص إذا إجابة خاطئة إذا الإجابة الصحيحة هي رقم 3 تونغداب 3 نترجم لكم النص ثم ننتقل إلى السؤال التالي السلام عليكم كل يوم أربعاء هو يوم حب العائلة في شركتنا بإمكان الجميع مغادرة العمل غدا في يوم حب الأسرة في الساعة الرابعة ظهرا وستقدم الشركة بشكل خاص هذه المرة الكيك عند مغادرة الشركة غدا نرجو منكم أن تأخذوا الكيك الموجود في المطعم الموجود في الطابق الثالث نتمنى أن تمضوا وقتا ممتعا مع أسرتكم شكرا جزيلا 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 어? 이게 뭐예요? 티셔츠네요. 네. 친구가 선물로 준 건데 사이즈가 좀 커요. 바꾸고 싶은데 선물 받은 거라서 고민이에요. 혹시 상자 안에 교환권 없어요? 요즘엔 다른 물건으로 바꿀 수 있는 교환권을 선물에 넣어주는데요. 아, 여기 상자 안에 있네요. 이걸 가지고 가면 바꿀 수 있어요? 네. 가까운 백화점에 선물 받은 물건과 교환권을 가지고 가면 바꿀 수 있어요. 친구에게 부탁하지 않고 직접 바꿀 수 있으니까 편하겠네요. 네, ننتقل الآن إلى سؤال رقم 27 و28 من الاستماع 27번 어? 이게 뭐예요? 티셔츠네요. 네, 친구가 선물로 준 건데 사이즈가 좀 커요. 바꾸고 싶은데 선물 받은 거라서 고민이에요. 혹시 상자 안에 교환권 없어요? 요즘은 다른 물건으로 바꿀 수 있는 교환권 선물에 넣어주는데요. 아, 여기 상자 안에 있네요. 이걸 가지고 가면 바꿀 수 있어요? 네. 가까운 백화점에 선물 받은 물건과 교환권을 가지고 가면 바꿀 수 있어요. 친구에게 부탁하지 않고 직접 바꿀 수 있으니까 편하겠네요. ننتقل إلى القواعد المذكورة في هذا السؤال. القاعدة الأولى 이가 크다, 작다, كبير وصغير 은 거라서 لأن هذا الشيء هو يعني بسبب أن هذا الشيء هو وسنفسرها لكم الآن كيف نستخدمها بمثال رو باكودا يغير لي و ألسو إتا من الممكن أن نفعل شيء معين أو هكذا الكلمات المذكورة في هذا السؤال أولا سمول هدية سايز حجم باكودا يغير كومين حيرة كيوانكون ورقة أو يعني ورقة لحق تغيير هذا الشيء تبديل هذا الشيء سانجا صندوق كاجيغو غادا يأخذ بيكواجوم مول وبوتاكادا يطلب من تيكجوب مباشرة تيانادا مريح كيوانادا يبدل بانبوب طريقة كيغان فترة
ننتقل إلى الأمثلة. إنترنت으로 신발을 샀는데 사이즈가 작아요. اشتريت حذاء عبر الإنترنت ولكن الحجم صغير. 숙제는 확인한 거라서 다시 안 봐도 돼요. من غير الضروري أو نعم من غير الضروري أن تشاهد الواجب مرة أخرى أو تنظر إلى الواجب مرة أخرى لأنه تم التأكد منه. 확인한 거라서 은 거라서 تم التأكد منه أو تأكدنا منه لذلك. 핸드폰을 핸드폰을 아이폰으로 바꿨어요. غيرت هاتفي لي آيفون. 저는 한국어를 할 수 있어요. أستطيع أن أتكلم اللغة الكورية. بالنسبة لحل السؤال رقم 27 27번 عن ماذا يتحدث هذان الشخصان؟ أولا صمور سانن تانسو مكان شراء الهدية. اثنان صمور كيوانان بانبوب طريقة تحويل عفوا طريقة تبديل الهدية. صمور تشوغو شيبن سرام لمن تريد أن تعطي الهدية الشخص الذي تريد أن تعطيه الهدية. صمور كيوان هسو إنن كيغان الفترة التي تستطيع أن تبدل بها الهدية. والإجابة الصحيحة طبعا هي رقم 2 صمور الكيوانان بانبوب طريقة تبديل الهدية. إذن تونغداب 2 28번 رقم 28 سنختار الجملة الصحيحة. 여자는 백화점에 교환권을 사러 갈 겁니다. ستذهب المرأة إلى المول لتشتري كارت حق تبديل الملابس أو تبديل الشيء. خطأ. 여자는 선물 교환을 친구에게 부탁했습니다. طلبت من صديقها أن يحول لها أو يبدل لها الهدية. خطأ. 여자는 사이즈가 큰 티셔츠를 선물 받았습니다. حصلت المرأة على هدية وهي تيشيرت كبيرة الحجم. نعم. 여자는 친구에게 주려고 티셔츠를 가지고 있습니다. المرأة معها التيشيرت لأنها تريد أن تهديها لصديقها. خطأ لأنها هي الآن في حيرة هل يمكن أن تبدل التيشيرت أو لا. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3 تونغداب 3. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 선생님 안녕하세요. 요즘 저희 아이가 책을 잘 안 읽어요. 그래서 걱정이 돼서 왔어요. 네, 여기 앉으세요. 아이가 책 읽는 걸 싫어하면 만화책부터 보여주는 건 어떨까요? 만화책이요? 그러면 아이가 만화책만 좋아하지 않을까요? 아니에요. 만화책이 책을 읽는 데 도움이 돼요. 만화책에서 본 내용이 재미있으면 다른 책도 찾아서 읽게 되니까요. 아, 그러면 책 읽는 습관을 기를 수 있어서 좋을 것 같네요. 네. 또 어려운 내용을 쉽게 이해할 수 있어서 공부에 도움도 돼요. 그래서 요즘 아이들은 만화책을 많이 읽어요. ننتقل الآن إلى رقم 29 و30 من الاستماع. 29번 선생님, 안녕하세요. 요즘 저희 아이가 책을 잘 안 읽어요. 그래서 걱정이 돼서 왔어요. 네, 여기 앉으세요. 아이가 책을 읽는 걸 싫어하면 문화책부터 보여주는 건 어떨까요? 만화책이요? 그러면 아이가 만화책만 좋아하지 않을까요? 아니에요. 만화책이 책을 읽는 데 도움이 돼요. 만화책에서 본 내용이 재미있으면 다른 책도 찾아서 읽게 되니까요. 아, 그러면 책 읽는 습관을 기를 수 있어서 좋을 것 같네요. 네, 또 어려운 내용을 쉽게 이해할 수 있어서 공부에 도움이 돼요. 그래서 요즘 아이들은 만화책을 많이 읽어요. ننتقل للقواعد المذكورة في هذا السؤال. أولا أري والصيغة الاحترامية منها توي نحن. تل أن plus فعل. تل أن مغويو. تل أن هيو. لا أفعله كثيرا أو لا أفعله جيدا. آ أو سو وصيو. جئت لأنني أريد شيء مثلا معين. جئت لأنني. 는건 어떨까요? 마라 유키비 하다 떠서러프 와
지 아닐까요? 알란 يحدث هذا 알란 플러스 나피 는데 도움이 되다 او اي 도움이 되다 يساعد في هذا الشيء يساعد في الكلمات المذكوره في السؤال ما انها تشيك كتاب الرسوم المتحركه 걱정 قلق 싫어하다 يكره 보여주다 يري 습관 عاده 내용 محتوى 기르다 يربي عاده او يكون عاده 도움 مساعده 좋은 جيد وجم نقطه جيده 좋은 점 نقطه جيده نقرا الامثله معا 저는 과자를 잘 안 먹어요. 아나라 아쿠룰 할와 كثيراً. 책 빌리고 싶어서 왔어요. 지투 리아나니 우리도 아나스타이라 키타반. 명동에서 밥 먹고 영화 보는 건 어떨까요? 마라이우카 피타나울 타암 와무샤하랏 필름 피 명동. 시간이 너무 늦지 않을까? 시간이 너무 늦지 않을까요? 알란 예타아카랄 왁투 كثيراً. 라디오는 듣는 것은 라디오 듣는 것은 한국어 공부하는 데 도움이 돼요. الاستماع الى الراديو يساعد في دراسة اللغة الكورية. يساعد في دراسة اللغة الكورية. الآن ننتقل الى رقم 29 وحل رقم 29. اولا السؤال 여자는 왜 남자를 찾아왔는지 맞는 것을 고르십시오. اختار الإجابة الصحيحة لماذا المرأة ذهبت لترى الرجل او لماذا زارت الرجل. 1. 만화 책을 읽고 싶어서 لأنها تريد أن تقرأ كتاب الرسوم المتحركة 아이가 공부를 잘 못해서 لأن الطفل لا يدرس جيدا 아이가 책을 읽기를 싫어해서 لأن الطفل يكره أن يقرأ الكتب 4. 만화 책 좋은 점 알고 싶어서 لأنها تريد أن تعرف إيجابيات كتب الرسوم المتحركة الآن من النص يمكن أن نشاهد أن المرأة قالت يوجم توي آيغا 책을 잘 안 읽어요 그래서 걱정돼서 왔어요 ابني لا يقرأ كثيرا هذه الأيام لذلك أشعر بالقلق ولذلك أتيت إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3 لأن الطفل يكره أن يقرأ الكتب إذن رقم 3 هي الإجابة الصحيحة 정답 3 30분 30분 سنختار في رقم 30 سنختار الإجابة الصحيحة 30분 1. 요즘 아이들은 만화책을 읽지 않습니다 هذه الأيام لا يقرأ الأطفال كتاب الرسوم المتحركة خطأ 만화책으로는 어려운 내용을 이해하기 힘듭니다 من الصعب فهم المحتوى الصعب باستخدام كتب الرسوم المتحركة خطأ 책 내용이 재미있으면 만화책을 찾아서 읽습니다. إذا كان محتوى الكتاب ممتع يقرأ الطفل الكتاب بعد البحث عنه كتاب أيضا الرسوم المتحركة خطأ هذه الجملة دقيقة قليلا لأن هي صحيحة ولكن إذا كان محتوى كتاب الرسوم المتحركة ممتع الطفل سيقرأ كتب أخرى يبحث عنها ويقرأها ولكن هذه الجملة تقول أنه إذا كان محتوى كتاب الرسوم المتحركة ممتع سيقرأ الطفل كتب الرسوم المتحركة أيضا لذلك خطأ 4. 만화 책을 읽으면 책 읽는 습관을 기를 수 있습니다 يمكن أن تربي عادة قراءة الكتب أو تنمي عادة قراءة الكتب لديك إذا قرأت كتاب الرسوم المتحركة وهذه هي الإجابة الصحيحة إذن إجابة رقم 30 رقم 4 정답 4 ننتقل الآن إلى القراءة وفي القراءة لدينا أولا رقم 57 57번 علينا أن نرتب الجمل الأربعة وقبل ترتيبها يجب أن نقرأها 1. 불펜으로 글을 쓰면 지우개로 지울 수 없습니다 내일 쓰기 시험을 볼 때 이 불펜을 사용하려고 합니다 그런데 지우개로 지울 수 있는 불펜을 친구한테서 받았습니다 그러면 잘못 쓴 글을 쉽게 지울 수 있어서 편할 것 같습니다. القواعد المذكورة في السؤال أولا 으려고 하다 أريد أنوي أو أسعى لي 을 때 عندما 한테서 봤다 حصلت على من 을 것 같다 يبدو أن الكلمات المذكورة في السؤال 불펜 قلم حبر 지우개 ممحى 지우다 يمحي 사용하다 يستخدم 쉽게 بسهولة 편하다 مريح الأمثلة 한국에 가서 한국어를 공부하려고 해요. 안위 أن أذهب إلى كوريا وأدرس اللغة الكورية هناك.
친구를 만날 때 맛있는 음식을 먹어요. عندما أقابل صديقي آكل طعاما لذيذا. 엄마한테서 돈을 받았어요. حصلت على نقود من أمي. 비가 올 것 같아요. يبدو أن الجو سيمطر أو الطقس يبدو أن السماء ستمطر. حل السؤال رقم 57. حل السؤال. إذا قرأنا الجمل مرة أخرى، 볼펜으로 글을 쓰면 지우개로 지울 수 없습니다. لا أستطيع أن أمحو الكتابة إذا كتبت بالقلم الحبر. 내일 쓰기 시험을 볼 때 이 볼펜을 사용하려고 합니다. أنوي أن أستخدم هذا القلم الحبر في امتحان غدا. امتحان الكتابة. 그런데 지우개로 지울 수 있는 볼펜을 친구한테서 받았습니다. أخذت أو حصلت على قلم يستطيع أن يمحي أو يعني بالممحى يستطيع أن يمحي المكتوب بالقلم الحبر. 그러면 잘못 쓴 글을 쉽게 지울 수가 있어서 편할 것 같습니다. إذن أستطيع أن أمحو الكتاب الخطأ باستخدام هذه الممحى ولذلك أعتقد أنه سيكون مريح. الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي رقم 3. الترتيب الصحيح هو كا تا نا را. الإجابة الصحيحة إذن هي رقم 3. تونغداب 3. نقرأ الإجابة مرة أخرى. 볼펜으로 글을 쓰면 지우개로 지울 수 없습니다. إذا كتبنا بالقلم الحبر من الصعب أن نمحي هذه الكتابة. 다. 그런데 지우개로 지울 수 있는 볼펜을 친구한테서 받았습니다. حصلت على قلم حبر يمكن أن تمحى كتابته بالممحى. 3. 나. 내일 쓰기 시험을 볼 때 이 볼펜을 사용하려고 합니다. أنوي أن أستخدم هذا القلم في امتحان الكتابة غدا. 그러면 잘못 쓴 글을 쉽게 지울 수가 있어서 편할 것 같습니다. لذلك أستطيع أن أمحو الكتابة الخاطئة باستخدام هذا القلم ولذلك أعتقد أنني سأكون مرتاح أو أن هذا مريح. إذن تشونغداب 3. ننتقل إلى رقم 58. نقرأ الجمل. 그 동전들은 보통 한국에서는 사용할 수 없습니다. 공항버스 매표소에서 그것으로 표를 살 수 있기 때문입니다. 중국이나 일본에 다녀온 후에 동전이 남을 때가 있습니다. 그런데 이제 그 동전으로 공항버스를 탈 수 있게 되었습니다. القواعد المذكورة في هذه الجمل كي 때문에 بسبب كي 되다 أصبح plus فعل إن هو بعد أن تيغا إتا يوجد أوقات معينة نفعل فيها ماذا مثلا الكلمات تونجا يعني نقود معدنية كونغ بس حافلة المطار ميبيوسو مكان شراء تذاكر بيو تذكرة تونغو الصين إلبون اليابان تانيو أودا يذهب ويرجع نمتا يبقى الأمثلة 한국어를 좋아하기 때문에 한국에 왔습니다. أتيت إلى كوريا لأنني أحب اللغة الكورية. 한국에 온 후에 한국어를 잘하게 되었습니다. أصبحت أتكلم اللغة الكورية جيدا بعد أن أتيت إلى كوريا. 저는 기분이 안 좋을 때가 있습니다. 그때는 친구 만나러 갑니다. أحيانا يوجد أوقات يكون مزاجي فيها ليس جيد لذلك أذهب لمقابلة صديقي. بالعودة للسؤال رقم 58 الترتيب الصحيح للسؤال أولا نقرأ الجملة ونترجمها مرة أخرى 그 동전들은 보통 한국에서는 사용할 수 없습니다 هذه العملة أو الورقة عفوا النقود المعدنية لا نستطيع أن نستخدمها في كوريا وهذه ليست بداية منطقية للنص 공항버스 매표소에서 그곳으로 표를 살 수 있기 때문입니다 لأنني أستطيع أن أشتري بها تذكرة الباص من مكان بيع تذاكر. أيضا هذه ليست بداية منطقية. 중국이나 일본에 다녀온 후에 동전이 남을 때가 있습니다.
يوجد أوقات يبقى معي فيها نقود معدنية عندما أذهب إلى الصين أو اليابان. ممكن تكون بداية منطقية. 그런데 이제 그 동전으로 공항 버스를 탈 수 있게 되었습니다. أصبح من الممكن أن أركب باص المطار باستخدام هذه النقود المعدنية. الترتيب الصحيح والمنطقي هو رقم 2. 다카라나. نقرأ مرة أخرى. 다. 중국이나 일본에 다녀온 후에 동전이 남을 때가 있습니다. 가. 그 동전들은 보통 한국에서는 사용할 수 없습니다. 라. 그런데 이제 그 동전으로 공항버스를 탈 수 있게 되었습니다. 공항버스 매표소에서 그것으로 표를 살 수 있기 때문입니다. 일단 정답 is not. ننتقل الآن إلى رقم 59 و 60. 59번. 걷기는 많은 사람들이 쉽게 할 수 있는 운동입니다. 걷는 것은 건강에 도움이 많이 됩니다. 다리만 움직이면서 걷는 것이 아니고 온몸이 움직이게 되기 때문입니다. 그런데 걷기 운동을 할 때에는 천천히 걷기 시작해서 조금씩 빨리 걷는 것이 좋습니다. 이렇게 하는 것이 건강에 도움이 더 많이 됩니다. هذا السؤال. الآن بالنسبة لقواعد هذا السؤال. صفة plus K هل سئتا؟ شبك هل سئتا؟ أستطيع أن أقوم بهذا الشيء بسهولة مثلا. A دومي ددا. يساعد في. درسناها في محاضرات سابقة. إيجي تدا. K تدا أيضا نفس القاعدة. و قوشي جوتا. عمل شيء معين جيد. و بوتو كاجي من إلى. الكلمات المذكورة في هذا السؤال كوكي المشي أندون الرياضة كونغان الصحة تاري الرجل طووم مساعدة أمم كل الجسم أمجيكدا يتحرك تشونتوني ببطء بلي بسرعة شجكدا يبدأ ويركي هكذا. نقرأ المثال. يوري를 쉽게 배울 수 있는 방법이 뭐예요? ما هي الطريقة التي يمكن أن أتعلم بها الطبخ بسهولة؟ 동영상을 보는 게 요리에 도움이 됩니다. مشاهدة الفيديو تساعد في الطبخ. 한국 드라마를 보고 한국어를 배우게 되었습니다. أصبحت أتعلم اللغة الكورية باستخدام بعد أن شاهدت دراما الكورية. 아침에 운동하는 것이 좋다. القيام بالرياضة في الصباح جيد. 건강검진은 어린 아이부터 나이 많은 사람들까지 해야 합니다. الفحص الطبي يجب أن يقوم به من الأطفال وحتى الكبار بالعمر أو الأشخاص الذين أعمارهم كبيرة. إذن هذا بالنسبة لرقم 59. الآن 59 لدينا جملة يجب أن تدخل هذه الجملة في مكان ونحن يجب أن نختار هذا المكان. الجملة هي 어린 아이부터 나이가 많은 사람까지 모두 쉽게 할 수 있습니다. معنى الجملة هذه الرياضة المشي رياضة يستطيع جميع الأعمار القيام بها من الطفل وحتى ذوي الأعمار الكبيرة أو المسنين يعني. أين يجب أن تدخل؟ الإجابة الصحيحة هي كيوب. واحد. نقرأ الجملة. الجملة التي تلي كيوك 걷는 것은 건강에 도움이 많이 됩니다. والجملة التي تسبقها 걷기는 많은 사람들이 الكثير من الأشخاص 쉽게 할 수 있는 운동입니다. رياضة يستطيع أن يقوم بها الكثير من الناس الكثير من الناس ولذلك يجب أن تدخل جملتنا في كيوك. 어린 아이부터 나이가 많은 사람까지 모두 쉽게 할 수 있습니다. 모두. إذن الإجابة المكان الصحيح للإجابة هو كيوك. إذن تنجب واحد. الجملة أو عفوا السؤال التالي رقم 60 يكشبان. نختار الإجابة الصحيحة. 사람들은 걸을 때 온몸이 움직이게 됩니다.
يتحرك الجسم كاملا عند المشي أو يحرك الناس أجسامهم كاملة عند المشي. 2. 다리만 움직이면서 걷는 것이 건강에 좋습니다. تحريك الأقدام فقط عند المشي هو أمر جيد للصحة. خطأ. 걷기 운동은 처음부터 빨리 걷는 것이 좋습니다. المشي بسرعة من البداية في رياضة المشي أمر جيد. خطأ لأن النص قال المشي ببطء ثم بسرعة. 점점 شيئا فشيئا. 4. 천천히 오래 걷는 것이 건강에 도움이 됩니다. المشي البطيء لمدة طويلة يساعد الصحة أكثر. لم تذكر هذه المعلومة في النص. إذن الإجابة الصحيحة هي 1. 정답 1. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية محاضرتنا ودرسنا معلومات كثيرة ومواضيع كثيرة. سألخص لكم الآن ماذا درسنا في هذه المحاضرة. في البداية درسنا في الاستماع تكي درسنا قاعدة كي بارامنيدا أتمنى أن أو نتمنى أن. ثانيا أو يرجى أن. ثانيا دراسة كيفية استخدام غير إلى أورو باكودا. وثالثا درسنا كيفية الاقتراح ننقل أطلقايو. ودرسنا أيضا مصطلح يساعد في مثل دومي تدا. أما بالنسبة للقراءة فدرسنا في القراءة الكي صيغة الكوكاتا يبدو أن. ثانيا أصبحت أفعل شيء كيتدا هاكيتدا. وثالثا درسنا كيفية ترتيب الجملة حسب منطقية هذه الجملة وكيف ستبدأ في النص. ورابعا درسنا مصطلح هناك أوقات تيغا اسميدا. وأخيرا درسنا كلمات الحال مثل بسهولة شبكي و يبوغي بشكل جميل. الكلمات التي درسناها في هذا النص في القراءة أولا تشونغوك الصين إلبون اليابان إيروكي هكذا أندون رياضة وكونغان الصحة توم يساعد أو مساعدة أمزيجيدا يتحرك تونتوني ببطء وبيو تذكرة كوكي مشي وشيجاك هذا يبدأ. إذن هذا كل ما لدينا بالنسبة لنا في محاضرة اليوم من التوبيك. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا ومع السلامة.